سكواش اوبن. يسعدنا ان نلتقي الان بمدير بطوله سي اي بي ايجيبشن سكواش اوبن استاذ عمرو منسي. تفضل. واحد من نجوم بطوله سي اي بي ايجيبشن سكواش اوبن عمرو منسي، اهلا بيك على اون تايم. قول لي بقى يعني مبروك يا عم. الشكل ده بيكمل في نهايه البطوله، طبعا بيبقى عليك ضغط كبير قوي خلال البطوله النهارده، شايف الجماهير دي كلها، شايف ماتشات كمان، المستوى الفني للبطوله لما بيبقى حلو بينجح الدنيا طبعاً. زياده. قول لي النهارده الاحساس ايه؟ بقالنا من سنتين مع كابتن اشرف ان ازاي نخلي الجماهير تيجي من اول يوم، عارف احنا بنبقى بنحاول نعمل مجهود كبير، بيبقى بنفسنا الناس تيجي وتشوف المجهود اللي معمول. فاحنا مبسوطين ان السنه دي الحمد لله الجمهور موجود من اول يوم. موضوع توفير وسائل المواصلات ده فرق كتير جدا. النهارده زي ما انت شايف من امبارح بالليل الناس بتدور على تذاكر توز فول هاوس. الانرجي اللي موجوده في المكان في وجود جمهور، وبالذات ماتش ما نحلمش بفاينل بتاعنا يا كابتن اشرف، مش ممكن بالقوه دي ما بين رقم 1 و2 و3 و2 على سطح الاهرامات. بيتهيألي اللي علي فرج قاله ده انا اثرت فيا قوي الكلمه دي، ان بلدنا اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي دول ما كنتش زيهم في التاريخ، وبنلعب في مكان زي ده وتحت سطح الاهرامات، والدعم اللي بناخده من الدوله كلها ان نطلع حاجه زي كده، يعني بيتهيألي كلنا هنبقى فخورين يعني. وهو قال حته مهمه قوي يا عمرو، شكل بقى مصر قدام العالم كله زي. احنا عارفين وشايفين، لكن انت بتذيع في 80 90 قناه تلفزيونيه وفي ملايين بيتابعوا. فانا بعتقد وبشكرك بالنيابه عن كل اسره سكواش على المجهود الكبير اللي بتعمله، وانا شايف ان بطوله الاهرام ابتدت تسترد رونقها وابتدت ترجع تاني زي ايام التسعينات. والله انا كنت بفكر في كده بالظبط من اول دور في الدور الثمانيه كده، كان في ماتشات قويه جدا، تشجيع قوي جدا، فكرت نفس التفكير انه زمان الرونق بتاع البطوله راجع، والنهارده التشجيع حاجه يعني خلتنا نفتكر الايام بتاعت زمان. شايف يا عمرو ان المنظر اللي انت شايفه النهارده ده والجماهير اللي موجوده والشخصيات المهمه اللي كانت موجوده النهارده، كبار الشخصيات، كل ده بيعكس ان شعبيه الاسكواش بتزيد؟ دايما بيبقى عندنا مخاوف ان شعبيه الاسكواش تقل شويه، لكن ده بيطمنا. طبعا اللعب اللي شفناه النهارده كمان بيخلي كله، يعني ناس كتيره قالوا لي احنا هنيجي نتفرج على ماتش وعندنا ارتباطات، كله قاعد، لان الماتشات والليفل عالي جدا يخلي كله عايز يقعد يتفرج، واللعبه تستحق كده من الناس بصراحه الاهتمام بيها، وبدايه منكم يعني قناه اون انا بشكركم حقيقي. يعني انتوا كنت لسه بقول للمهندس حسام صالح، انتوا عملتوا طفره في ان شعبيه اللعبه دي في مصر. عمرو بهنيك وبشكرك، وان شاء الله السنه الجايه نلتقي وانت يعني عامل بطولات الناس كلها بتستمتع بيها. الف مبروك يا عمرو، ومن تقدم لتقدم، وان شاء الله دايما اللي جاي احسن. امين يا رب. شكرا كابتن اشرف، الف مبروك، متعتنا على مدار البطوله. شكرا لك كابتن. سي يا كابتن ايمن، ونتمنى ان الجمهور يتمتع بالبطوله زي ما اتمتعنا معاهم ان شاء الله. كابتن شكرا ليك.